جزء من مسألة تخفيف حدة آثار أي أزمة جزء منها هي الفراخ البرازيلي حضرتك، وممكن أشرحها لك إذا حبيت. جزء منها هي معارض أهلا رمضان، جزء منها هي كلنا واحد، جزء منها هي منافذ الدولة سواء إذا كانت منافذ الجيش زي وطنية أو منافذ الداخلية زي أمان. جزء منها هي أنه على سبيل المثال وزارة التنمية المحلية عملت مبادرة من عندها اللي هي سند الخير، عبارة عن سيارات متنقلة أطلقت العام الماضي من العام الماضي يعني لطرح كميات من السلع الغذائية وبجودة عالية وبأسعار مخفضة فعلا، أقل من بقية السوق ب20 و25%. طيب العربيات بتروح فين؟ بتروح على المناطق والقرى اللي فيها أهالينا الأولى بهذه الرعاية بالمناسبة. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. مساء الفل على حضرتك وتحياتنا ليكم بالمناسبة، والشكر واجب يعني. عايزين نتكلم شوية على هذه المبادرة، على هذه السيارات، أنواع السلع اللي موجودة، هل احنا نقدر نتكلم على أسعارها مثلا لو عندنا بيان بالأسعار، أماكن تواجد هذه السيارات أو تحركاتها؟ طيب يبقى خلينا نبتدي سؤال سؤال كده ونستعرضه. يعني احنا ابتدينا في مبادرة سند الخير في مارس الماضي، 31 مارس الماضي كان رمضان بيوم. أيوه بالظبط كده. وخليني اقول لحضرتك البيان اللي لسه واصلني من قليل، يعني حتى 2 مارس النهارده احنا كده بننجز الاسبوع ال 46 برقم اعمال حوالي يعني حجم بيع مبيعات حوالي 208.8 مليون. طبعا لو جينا بصينا على طبيعه السلع اللي موجوده، طبعا 37 سلعة موجودة في كل عربية، عربية فيها ثلاجات لأن فيها لحوم عبارة عن قطع ومفروم وموزة بأوزان مختلفة. وخليني أقول لحضرتك أنه فيها دواجن فراخ وبط ودجاج، فيها بقالة، فيها سكر، رز، زيت، زبدة، عسل، كمان على شهر رمضان المبارك فيها تمور، فيها مصنعات زي البانيه المتبل والسجق والبرجر، فيها لحوم طازه وخاصه في دخلوا معانا في مع الشباب في كفر الشيخ، كذلك اسماك موجوده طازه كمان في كفر الشيخ. كل ده طبعا يعني احنا بنتكلم دلوقتي وصلنا الى 20 محافظه، يعني على مستوى المحافظات نبتدي كده نقول القاهره والجيزه وبني سويف واسيوط وقنا والأليوبية وجنوب سيناء والغربية وأسوان والأقصر والدقهلية والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة. إنما لما نيجي بقى فندم نبص على توزيع معدل المبيعات خلال الفترة دي، هنلاقي إن إحنا اللحوم بتشغل نسبة البيع بتاعتها 61%، بيليها البقالة بأرواحها المختلفة 16%، يليها الدواجن 11%، يليها المصنعات 9%، ثم تأتي اللحوم الطازة 2% والأسماك 1%. طبعا احنا موجود معنا 3 مبادرات شبابية، وموجود معنا 12 شركة شابة. الميزة في المبادرة دي ان احنا بناخد من المصدر الرئيس للمستهلك مباشرة، وبالتالي كل الحلقات البينية اللي في النص دي مختزلة لصالح المستهلك النهائي. الميزه كمان زي ما حضرتك بتزود المعروض، السلع من 37 منتج في الاحياء الشعبيه وفي القرى الاكثر احتياجا، انت كمان حضرتك من ناحيه ثانيه بتزود فرص العمل، لان احنا ابتدينا ب 69 سياره وصلنا ل 100 سياره دلوقتي ان شاء الله على دخله رمضان الكريم نستهدف 120 سياره. طب وبالتالي احنا كل سياره بيشتغل عليها السواق واثنين مشرفين للبيع، فطبعا ده اوجد فرص عمل حقيقيه، بالاضافه الى تشجيع الشركات الشابه انها تخش معانا. وبالتالي انت حضرتك هنا بشكل غير مباشر بتشجع فكر رياده الاعمال وبتدخل معاك وانت ماشي في المنظومه ناس جدد، وبالتالي بالفكر ده بس كده انا بخلق توازن سعري في السوق يا دكتور خالد. يعني حضرتك ذكرت جمله مهمه جدا، حضراتكم بتاخدوا من المركز الرئيسي للسلع، بس هنا بقى سؤالي، المركز هنا معناها
الانتاج يعني الوحدة الانتاجية نفسها، يعني بناخد من المزرعة او بناخد من المزارع الى اخره، ولا باخد من تجار الجملة الكبار؟ بص يا فندم، انا عندي ثلاث مستويات. المستوى الاولاني لو انا بتكلم على لحوم طازة، فانا باخد من المزرعة مباشرة. هايل. على البيع باخد باخد من الصيد على طول على البيع. حلو. ادي واحد. اتنين، المستوى الثاني انا داخل معايا شركات للتصنيع ولتعبئه اللحوم وتفريزها وكلام من ده، تبقى فروزن وبالتالي تتاخد وتتجمع. طبعا الشركات دي بتطلع النهارده، هتدي التجار جمله او جمله الجمله وتجار جمله الجمله يدي جمله ثم للتوزيع النهائي. انا اختزلت كل ده من مصنع التعبئه والتغليف على طول على المستهلك النهائي. فما عنديش تاجر جمله وتاجر نص جمله وبعدين موزع عام وبعدين على شغل القطاعي بقى. انا باخد القطاعي ده باخده على طول من الوحده الانتاجيه، مصنع كانت او مزرعه. بالظبط. وبالتالي الميزه في ده يا فندم، احنا النهارده كنا ابتدينا باربع شركات معانا، النهارده وصلنا 12 شركه. وبالتالي دي كمان بالنسبه للشركات دي عملنا لها اتاحه اكتر. طبعا معالي الوزير نزل كتاب دوري لل 27 محافظه. الكتاب الدوري على المحافظات دي متوزع ارقام السيارات، المسؤولين عن السيارات، رخص السيارات، وبالتالي عدم التعرض ليها. احنا حريصين كمان ان السيارات دي ما تقفش جنب المبادرات الاخرى. السيارات دي بتستهدف احياء شعبيه بعينها، بتستهدف قرى اكثر احتياجا. النهارده بقى للعلاقه الجميله اللي اصبحت متولده ما بين السيارات وما بين الناس في القرى دي، بدات الناس تقول لهم مثلا ايه، بدل ما تجنا كل شهر مره، لا تجنا في الشهر مرتين. خير وبركه. وبالتالي خطوط السيارات النهارده، خطوط السير اللي بستعرضها مع الزملاء، لان انا بشرف ان انا مع الزملاء في المبادره دي على المستوى المحافظات، فبشوف خطوط السير فيها تكرار. ايه الموضوع ده؟ ليه عمليه التركز هنا؟ يقول لي ده طلبه ان احنا كل 15 يوم كل 20 يوم نروح لهم مره، وبالتالي بدل ما يشتري للشهر يشتري كل اسبوعين. حلو. هنا هيفضل لي سؤال كمان بقى برضه يا دكتور، سؤال برضه، اصل انا ايه راجل موسوس، معلش. احنا عاملين بنحكم عمليه البيع بمعنى ايه يا دكتور؟ انا مش عايز سماسره ودلالين وتجار يجوا على العربيه ياخد كميات فيفضيلي الارفف بتاعتي او يفضيلي العربيه ويرجع هو يبيعها بره باسعار بقى بالغلا والكوا على الناس. لا، ده محسوب جدا يا فندم، لانه ببساطه شديده جدا لو ده حصل، انا بيبقى معايا مع العربيه مندوب من المبادره من عندي، ده رابط معايا بشكل مباشر مع غرفه العمليات عندي. ده واحد. اتنين، انا عندي كمان رقم واتساب محطوط على العربيه، لو في اي شكوى تجيني انا مباشره في غرفه عمليات، صوتك مسموع، اللي هي 011 50 60 67 83. وبالتالي على طول لو في مشكله على طول بعرفها. واحيانا بيحصل ان مثلا ممكن عربيه من العربيات طالعه بخط سير معين، هتوصل مثلا قريه طاميه في الفيوم، ابص الاقيه انه، وده حصل بالفعل، انا بقول لحضرتك بيان حقيقي، راح عاصمه المحافظه مثلا ووقف. فاحنا اللي بيحصل ايه؟ احنا رابطين خط سير. فبالتالي بنعرف من رئيس الوحده المحليه على طول، بنتصل بالمشرف على العربيه برجاء التوجه الى مركز طاميه وما توقفش في الحته دي. صح. وبالتالي مركز طاميه بيقول لي جه وربط عندي في القريه، خلاص انا كده بطمن ان عمليه البيع ماشيه طبيعي. الله ينور. الله ينور. تهدف ان انا بيع لها بالسعر ده، وصل لها السلع اللي هي عايزة. هايل هايل هايل. انا بشكرك جدا يا دكتور خالد، يعني فعلا الله ينور، هايل جدا. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، كل الشكر.